هو وعيهم وإدراكهم لحقيقة ما استهدفه الاحتلال منهم ومن ثرواتهم ومن قبل ذلك من دينهم وأخلاقياتهم. وشارك الاحتلال السياسيون ضمن شهواتهم وضمن إدراكهم لمنافعهم فقط دون إدراكهم لحقيقة أن من يصنع الخير لأهله فإنما يصنع الخير لنفسه في الدنيا وفي الآخرة. ولا ننسى أن من خير الناس من نفع الناس، والعراقيون وأنا أشهد في هذا اليوم العظيم أن السياسيين لم ينفعوا العراقيين قط بأي شيء. ليس هنالك استراتيجية اقتصادية حقيقية ولا استراتيجية اجتماعية حقيقية ولا استراتيجية علمية حقيقية، وإنما هنالك صراع على المناصب وصراع على المنافع والامتيازات كيفما تجيء. وكذلك ترين أن كل الوظائف أو المؤسسات الحكومية لا يمكن في العالم أن تجد في دائرة واحدة الأب والابن والأخت وابن الأخت والعشيرة كلها في دائرة واحدة، والناس الفقرة كما ذكرت سابقا أن في المثنى 75% خط الفقر. يعني هؤلاء الناس لا يجدون وظائف ولا يجدون سبل للعيش، فكيف يتجرأ هذا السياسي ويفضل بخيرات هذه الأمة وخيرات العراق يفضلها لنفسه ولأهله على غيره من جيرانه وأبناء وطنه، وهم الذين انتخبوه وهم الذين سعوا بدمائهم من أجل أن يحتل هذا المنصب كي يدافع عن حقوقهم وعن ما يصبون إليه من كمال الصحة والتعليم نبذا للمرض والجهل. فلذلك مع الأسف ونقولها مع الأسف بألم أن السياسيين في عالم وفي واد غير وادي العراقيين، والعراقيين أنهكهم الاحتلال وأنهكتهم قواته، ولا زال هنالك معتقلون كثر في المعتقلات، ولا زال هنالك مهجرون في الداخل وفي الخارج. لا يتحسس هؤلاء السياسيون أبدا لمصائب ولمعاناة هؤلاء المهجرين وهؤلاء الفقراء وهؤلاء المعتقلون. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد الشعب العراقي عن مثل هؤلاء السياسيون، وأن يكفيهم الشعب العراقي يكفي الله الشعب العراقي من دنس هؤلاء السياسيون الذين يحاولون أن ينظروا بمنظار شهواتهم وأهوائهم. وصدق الله سبحانه وتعالى حين قال كلا أن الإنسان ليبغى أن رآه استغنى. فقد رأوا ملكهم وليس هو ملكهم إنما هو ملك الله. نعم. ورأوا مالهم الذين سرقوه من تعب الشعب العراقي. طيب بالعودة إلى دمائه ومن عرقه واعطوه لأبنائهم. نعم. ولزوجاتهم ولأقاربهم نهبا ونصبا. شكرا. نعم. دكتور فخري، بالعودة إلى سيد قصي عبد الوهاب. سيد عبد الوهاب، هناك كانت دعوات لتنقية الأجواء السياسية متعددة في مختلف خطب العيد ومختلف المحافظات العراقية. برأيك يعني دور هذه الدعوات في توجيه العراقيين المواطنين إلى تجاوز كل الخلافات الجزئية، كل المصالح الجزئية، وترجيح المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي ينجح العملية السياسية والانتخابات التي يقبل عليها العراق في المرحلة القادمة. يعني أنا بالحقيقة بس ودي أعقب على كلام دكتور فخري القيسي. نعم العزيز، الحقيقة ما قيل عن خذلان السياسيين للناس واهتمامهم بمصالحهم هذا بالحقيقة لا ينطبق على كل السياسيين الموجودين. ولو كان الحال هكذا لم يكن هنالك فسحة من الأمل ولم يكن هنالك شيء إيجابي متحقق لحد الآن. وأنا أود أن أذكر بأن السياسيين الذي يعملون وفقا للتيار الصدري منهم من يعمل في البرلمان ومنهم من يعمل في بعض المفاصل التنفيذية في الدولة العراقية كانوا يؤكدون دائما على المواقف والثوابت الوطنية. وأستطيع أن أؤكد وأكاد أجزم بأن كل مواقف وسلوكيات السياسيين الصدريين كانت واضحة المعالم لا لبس فيها، بعيدة عن الانتفاع أو الانتهازية الشخصية. ولذلك الصدريون لم يتركوا مناسبة إلا وأكدوا على ثوابتهم الأساسية. المطلب الأول هو المطالبة بخروج وجدولة انسحاب الاحتلال وترك مصير البلد لأهله،
القضية الأخرى المنادات بإطلاق سراح المعتقلين والأبرياء وإرجاع السيادة كاملة للبلد. القضية الأخرى هي استمرار المطالبة بتوفير الخدمات للناس، وهذه القضية وصلت إلى حد أن يتبنى الصدريون شعار بناء دولة الخدمات. العراقي حقيقة بصراحة إلى خدمات أساسية، لو قارنا ما آلت إليه أوضاع الخدمات في العراق مع أبسط دول المنطقة سنلاحظ هنالك فرقا شاسعا. لذلك أنا أعتقد إطلاق هذه القضية على كل السياسيين فيها قدر من التجني. أعود وأؤكد قضية مهمة، العيد بقدر ما هو مناسبة دينية فهو أيضا مناسبة اجتماعية ومناسبة سياسية، ولذلك لا نرى بأسا من أن يتم تذكير الناس بواجباتهم الأخرى غير الدينية. من الطبيعي جدا أن يتم استغلال مثل هذه المناسبة للتذكير بواجبات الناس، وأنا أعتقد الواجب الأساسي للناس أن يكون لهم مشاركة واضحة وحقيقية في الانتخابات. دكتور فخري، المفسدين أو من يهتمون بمصالحهم الخاصة حقيقة هنالك حاجة حقيقية، وأنا معه، هنالك حاجة حقيقية لتغيير كثير من السياسيين الذين لم يكترثوا لمصالح الناس، وتعزيز وجود السياسيين الذين يمتلكون حسا وطنيا، وهم والحمد لله كثر ولا ينحصرون بفئة دون أخرى. ولذلك أعتقد من الطبيعي جدا أن يتم استغلال مثل هذه المناسبة لتوجيه الناس لما فيه الخير. الانتخابات القادمة هي انتخابات مصيرية وحساسة جدا في تقرير شكل البلد ووجه البلد، ولذلك أنا أعتقد من المهم التذكير والتأكيد وتكرير الدعوة للجميع على أن يأخذوا دورهم الحقيقي، وبالطبيعي بالتأكيد رجال الدين والجوامع أو كل المنتديات الاجتماعية هي فرصة مناسبة لمثل هذه الدعوات. في هذه التجمعات المليونية سيد عبد الوهاب من خلال الخطب أيضا وردت انتقادات لنقض قانون الانتخابات، برأيك لماذا وإلى أي حد كان فعلا هذا الموضوع مطروح في الخطب؟ يعني مشكلة قانون الانتخابات ظهر إلى العلن بعد مخاض عسير جدا واجتماعات مكثفة وجولات عديدة للحصول على حد معقول من التوافق، وكان بإمكان السيد الهاشمي على سبيل المثال أن يعبر عن وجهة نظره من خلال كتلة اللي موجودة في البرلمان، وهي كتلة معتد بها، إلا أنه أن تقوم هذه الكتلة بالموافقة على ما تم التوصل إليه داخل قبة البرلمان وينقض فيما بعد من قبل السيد النائب، هذا هو بيت الإشكالية وبيت القصد. فلذلك نعتقد أن ما تم نقضه كان جيدا من حيث قدر التوافق الذي تم التوصل إليه، والنقض بالتأكيد راح يرجعنا مرة أخرى